بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الرابعة بعد المئة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الليلة نعرض أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وفي مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله وبياكم بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. في هذه الحلقة سوف تستمعون إخوتنا الكرام إلى إجابة عدد من الأسئلة، أولها من مستمع من الأردن يسأل عما يجوز للرجل إذا عقد على زوجته من الجلوس والخلوة. بعد ذلك رسالة من المستمعة أم أحمد من جدة ضمت عددا من الأسئلة، تسأل في أولها عن عمرتها وقد نزل عليها الدم، وفي سؤال آخر لها تقول: ماذا يفعل زوجي وقد نسي إخراج زكاة الفطر؟ هل لها كفارة أم ماذا؟ ثم تسأل عن بكائها عند ذكر أمها وقراءة الفاتحة لروح والدتها. بعد ذلك تسأل عن سماع القرآن من المذياع وهي مشغولة ببعض أعمال المنزل. وفي آخر أسئلتها تسأل عن إخفاء كسبها عن زوجها، هل ذلك صحيح أم يجب إخباره به؟ بعد ذلك أسئلة أرسلت بها الأخت فاء نون، تسأل في أولها عن مصاحف في البيت لا يقرأ فيها، هل يعد ذلك من هجر تلك المصاحف؟ ثم سؤال لها عن حكم السترة ومقدار بعدها عن المصلي. وبعد ذلك تسأل عن حكم التسمية عند الوضوء وماذا يفعل من نسيها، هل يعيد وضوءه أم لا؟ وفي آخر أسئلتها تسأل عن لبس المرأة ثوبا قصيرا كمه عند محارمها كأبيها وأخيها. بعد ذلك يجيب فضيلة الشيخ عن سؤال للمستمعة أم مشاري من حائل، تسأل عن صيامها وصلاتها في أثناء نزول الدم. ثم سؤال من الأخت قاف ميم ميم من السودان، تسأل عن صيام تركته من رمضان، ثم تسأل عن حكم المسح على الشراب في الوضوء والصلاة دون شراب. وبعد ذلك سؤال لها عن مصافحة المرأة للرجال بحائل. بعد ذلك سؤالان للمستمع حسين عبد الله العلي، سوري مقيم في المملكة، يسأل في أولهما عن زيادة في حقه من قسائم بنزين سيارته، وسؤاله الآخر عن بيع السلم. ثم يجيب فضيلة الشيخ عن أسئلة للأخت ألف ميم جيم من اليمن، تقول في أولها: هل يجب الحجاب عن زوج العمة وزوج الخالة أم لا؟ وفي الثاني تسأل عن كسب والدها من بقالة يباع فيها مواد محرمة وعن أكلهم من نفقته عليهم، وسؤال ثالث للأخت ألف ميم جيم عن إيجار عمارة كسب ساكنها حرام أي المستأجر لتلك العمارة. وفي آخر أسئلتها تقول: هل المكياج جائز أو يعد من تغيير خلق الله؟ وآخر أسئلة هذه الحلقة من المستمع حمود أنزيلي من اليمن، يسأل عن الصلاة في مسجد فيه قبر، إلى أول أسئلة هذه الحلقة. هذا سؤال من أحد المستمعين من المملكة الأردنية الهاشمية عمان محافظة العقبة، يقول: ما حكم الدين الإسلامي في من خطب وعقد على المرأة التي يريد؟ هل يجوز له الجلوس معها وحدهما والخروج وحدهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه إذا تم العقد مستوفيا لشروطه وأحكامه بين الزوجين، حل للزوج أن يخلو بالمعقود عليها وأن تسافر بها لأنها زوجته بهذا العقد. أما مجرد الخطبة من غير عقد فإن هذا لا يبيح له الخلو بها ولا النظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها إلا ما يرغبه في نكاحها، فإنه يرخص له لذلك بقدر الحاجة. نعم. السلام الله عليكم. المرسلة أم أحمد من جدة بعثت عددا من الأسئلة، تقول في أولها: قمت بعملي عمرتين في يوم واحد لي ولأمي، الأولى في الصباح والثانية في المساء بإحرام جديد، لكن قبل خروجي لأداء الثانية وجدت دما فاغتسلت منه وأحرمت وطفت
وفي الشوط الخامس من السعي نزل الدم مرة أخرى، فهل عمرة الثانية صحيحة أم يجب علي إعادتها؟ تكرار العمرة في وقت متقارب غير مستحسن، ولكن العمرة صحيحة، ولكن ما ذكرت من وجود الدم في العمرة الثانية هذا يمنعها من الطواف وأعمال العمرة حتى تطهر من حيضتها، فهي باقية في إحرامها، وعليها إذا طهرت واغتسلت أن تؤدي مناسك العمرة من طواف وسعي وتقصير. وأما ما فعلته وهي حائض من أعمال العمرة فهو غير صحيح. نعم. السلام الله عليكم. تقول في سؤال آخر: ما الحكم إذا نسي زوجي دفع زكاة الفطر؟ ماذا يفعل الآن وهل لها كفارة؟ إذا نسي إخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد أو في يوم العيد بعد الصلاة فإنه يقضيها، يخرجها قضاء ولا يتركها ويقول قد فات وقتها، لأنها دين في ذمته، يخرجها قضاء إذا فات وقتها كغيرها من العبادات الواجبة. نعم. السلام الله عليكم. تقول في سؤال آخر أيضا: كلما تذكرت أمي رحمها الله بكيت وقرأت لها الفاتحة، فهل بكائي يضرها في شيء؟ البكاء لا يضر، إنما الذي يضر النياحة والجزع، أما مجرد البكاء فإنه لا يضر، وأما قراءة الفاتحة لها أو شيء من القرآن فهو غير مشروع، أنه لم يرد به دليل، لكن تدعو لوالدتها وتستغفر لها وتتصدق عنها، وأما قراءة القرآن للميت فاتحة أو غير الفاتحة هذا غير مشروع. نعم. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلتها تقول: أنا أعطي درسا خصوصيا لأبناء كفيل زوجي، وكنت أعطي راتبي كله لزوجي فيصرفه على المنزل مع راتبه كله، ولم ندخر أي مبلغ منذ خروجنا من بلدنا، فهل إذا طلبت زيادة راتبي وأخفيت هذه الزيادة عن زوجي لادخارها هل فعلي حرام أم هو جائز، مع العلم أنه إذا علم بهذه الزيادة سيقوم بأخذها وصرفها علينا هي الأخرى؟ الأصل أن ما تكسبه المرأة حق لها وملك لها، ولا يجوز أخذ شيء منه إلا برضاها وبإذنها، لا من الزوج ولا من غيره، إلا إذا كان بين الزوجين شرط أنها تعمل وأن يأخذ راتبها لنفقة البيت، فالمسلمون على شروطهم لا تخفي عليه شيئا، تدفع له ما جرى الشرط عليه. نعم. الله عليكم ونفع بعلمكم. الأخت فاء عين بعثت عددا من الأسئلة أيضا، تقول في أولها: فضيلة الشيخ، لدينا في المنزل مصاحف كثيرة ولا نقرأ إلا في بعضها، فهل ترك المصحف بدون قراءة يعتبر هجرا له؟ وما حكم إحراق بعض المصاحف التي تكون أوراقها متناثرة؟ ترك القراءة في المصحف لا يعتبر هجرا له، إنما الهجر هو ترك قراءة القرآن نهائيا، وكذلك ترك العمل به، ذلك ترك تدبر القرآن تفهم معانيه، هذه أنواع الهجر، أو هذه بعض أنواع الهجر الممنوع. وأما ترك القراءة في المصحف مدة فإن هذا ليس من الهجر. وأما المصحف الذي تمزق ولا يصلح للاستعمال فإن الواجب إما إحراقه وإما دفنه في مكان طاهر من أجل أن لا يحصل له امتهان. نعم. السلام الله عليكم. تقول في سؤال آخر: هل يجب على المصلي أن يضع أمامه سترة في أثناء صلاته، وكم يجب أن يكون بعدها عنه؟ وضع السترة أمام المصلي سنة وليس بواجب، وبعدها عنه حبلا وأن يقرب منها كما في الحديث، وليدن منها حيث لا يكون بينه وبينها إلا موضع السجود، ولئلا يحصل مرور بينه وبينها. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. تقول في سؤال آخر: هل تجب التسمية عند البدء في الوضوء، وإذا نسي الإنسان فلم يذكر التسمية إلا بعد الانتهاء من وضوئه فهل يعيده؟ نعم، التسمية تجب في بداية الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فيسمي بداية الوضوء، وإذا نسيها فلا إثم عليه، بقوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، فتسقط بالنسيان، وضوءه يكون صحيحا إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلتها تقول: ما حكم لبس المرأة ثوبا
قصيرا كمه أمام محارمها كأبيها وأخيها. لا يجوز للمرأة أن تكشف عند محارمها من الرجال إلا ما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة، أن تكشف وجهها وشعر رأسها وكفيها وقدميها ما جرت العادة بكشفه ولم يحصل به فتنة. أما أن يخرج شيء ما فيه فتنة من ساقيها أو ذراعيها أو صدرها أو ثدييها إن هذا لا يجوز لأنه يسبب الفتنة. نعم. السلام الله إليكم. المستمعة أم مشاري من حائل تقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا ملتزمة ولله الحمد في أداء الصلاة غير أني أحتار عندما تأتي الدورة الشهرية بعد 10 أيام و15 يوما. سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل هذا دم حيض أم غير ذلك؟ وهل أصوم وأصلي في أثناء هذه الأيام؟ دم العادة يختلف اختلاف النساء، وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما. إذا كان من عادتك استمرار الدم 10 أيام أو أكثر إلى 15 يوم أو أقل فإن هذا يعتبر حيضا، فتوقين من أجله الصلاة والصيام، تقضين الصيام الواجب بعد ذلك. نعم. أثابكم الله وأحسن إليكم. السائلة فميم ميم من جمهورية السودان بعثت رسالة ضمنتها عددا من الأسئلة، تقول في أولها: هذا السؤال أشغلني كثيرا وبحثت عن معرفة الإجابة لكني لم أجدها للأسف، وتمنيت أن أعرف الإجابة قبل أن ألقى الله وأنا أحمل إثمي. والسؤال هو: لقد أفطرت 8 أيام من رمضان بغير عذر شرعي، وكنت في المرحلة المتوسطة، وعند العودة إلى المنزل كنت أشعر بتعب لارتفاع درجة الحرارة، وكان هذا في بداية سن البلوغ والتكليف، وقد كنت لا أعرف العقوبة لترك الصيام. كنا نصلي عندما وجدنا الأسرة تداوم ونؤمر بالصلاة والصيام، ولكننا في جهل عظيم بأمور ديننا، وقد صمت 8 أيام لأسد بها ما أفطرته من تلك الأيام، وبعدها كررت الصيام وأخرجت الكفارة بعد إكمال الصيام، لكني أقرأ في الكتب أن اليوم الواحد ب61 يوما، وقد تبت إلى الله توبة نصوحا إن شاء الله، والآن أنا كل يوم يزيد ندمي وحسرتي على ارتكابي من الإثم في حق هذه الأيام 8، فأسألكم ماذا أفعل؟ أفيدوني وفقكم الله وجزاكم خيرا. الحمد لله، ما دام تبت إلى الله صمتي قدر الأيام التي أفطرتيها إن هذا يعتبر قضاء وهو الواجب عليك، وكذلك الكفارة عن مسكين عن كل يوم عن تأخير القضاء هذا أيضا واجب. وأما ما قرأتيه من أن اليوم الواحد من رمضان إذا أفطره عن 60 يوما فهذا لا أصل له ولا صحة له. نعم. السلام الله عليكم. في سؤال آخر تقول: هل يجوز المسح على الشراب في الوضوء، وهل تجوز الصلاة دون شراب؟ إذا كان الشراب ساتراً على محل الفرض فإنه يجوز المسح عليه كما يجوز المسح على الخفين، لورود الدليل بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوارب شرطاً تكون ساترة للمفروض، أي ساترة لجميع الرجل من ساترة للكعبين وما تحتهما، هذا هو الصحيح إن شاء الله. وإذا مسحت على الجوارب إنه ثم خلعتها بعد ذلك بطل وضوءها، شرطا يستمر الجوارب حتى تؤدي الصلاة. نعم. سأل الله إليكم، تقول: هل تجوز الصلاة دون شراب؟ هذا هو، قلنا إذا مسحت عليها لا تجوز الصلاة بها لأنه ينتقض الوضوء. نعم. وأما إن كان قصدها صلاة يعني تكون مكشوفة القدمين فهذا لا يجوز، يجب على المرأة أن تستر قدميها في الصلاة وأن لا يبدو الشيء من جسمها ما عدا الوجه إذا لم يكن عندها رجال غير محارم، وأما البقية يجب عليها ستره بما في ذلك القدمان. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. في آخر أسئلتها تقول: يلبس بعض الناس الشراب في الأيدي، بعض النساء تلبس الشراب في الأيدي لمصافحة الرجال، فما حكم ذلك في دين الإسلام؟ هل يجوز لي مصافحة الرجال بعد لبس ذلك الشراب في يدي؟ لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال الذين هم ليسوا من محارمها، لا من وراء الشراب ولا غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء، وما مسك يده يد امرأة لا تحل له، وكان يبايع النساء بالكلام بدون المصافحة لما في ذلك من الفتنة على الرجل، فمصافحة الرجل للمرأة التي لا تحل له حرام
سواء كان من وراء حائل أو من غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذان سؤالان من المستمع حسين عبد الله العلي، سوري مقيم في السعودية، يقول في أولهما: أنا أعمل في شركة براتب محدود الكمية بمهنة سائق باص كبير، وتصرف لي الشركة قسيمة بنزين للباص يوميا 80 لترا، أقوم بتعبئة الباص كاملا ويزداد عندي تقريبا من 10 إلى 20 لتر بنزين، هل يجوز لي أن أصرف هذه القسيمة لنفسي دون علم الشركة أي تلك الزيادة؟ وأذن يا فضيلة الشيخ بأن صاحب هذه الشركة الكبيرة العالمية مقيم في أوروبا، ولو أعطي هذه الزيادة، بل لو أعطى هذه زيادة لغيري، ربما يقصد لو أعطي هذه الزيادة لغيري من الموظفين لأكلها هو. هذه أمانة، الواجب عليك أن ترد الزايد إلى المسؤول في الشركة الذي يملك الصلاحية أو الإذن، إذا أذن لك وهو يملك الصلاحية جاز لك استعمالها لأنه ينوب عن صاحب الشركة وأنت لست مسؤول عن تصرفه، أنت تبرئ ذمتك ولست مسؤولا عن تصرفه. نعم. السؤال الآخر يقول: عندنا في بلدنا يزرع الناس القطن والحبوب، حبوب القمح ونحوها، وعندما أحتاج أذهب إلى غيري ممن عنده نقود فأخذ منه مبلغ 20,000 ليرة على طن من القطن في نهاية الموسم، فيأتي الموسم وأعطيه ذلك القدر، علما أن الحكومة وضعت سعرا ثابتا للقطن هو 30,000 ليرة، وكثير من الإخوة هناك يجيزون هذا بحجة شيء معلوم إلى قدر معلوم، وأنا أناقشهم ولكن ليس عندي علم كاف، غير أن قلبي وضميري غير مرتاحين لهذا الأسلوب الأعوج، هل تعاملهم هذا صحيح أم حرام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أصل هذا التعامل حلال إذا سلم الثمن في مجلس العقد، هذا يكون من باب السلم الذي هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، شرط أن يكون الأجل معلوما وأن يكون المسلم فيه منضبطا بالصفة كما قرر ذلك أهل العلم، فهو من العقود المباحة والحمد لله وليس فيه حرج. نعم. المرسلة ألف ميم جيم من الجمهورية اليمنية بعثت عددا من الأسئلة، تقول في أولها: هل تجوز مقابلة زوج العمة أو زوج الخالة دون تغطية الوجه أم يجب التحجب عنهم، وهل هم أجانب عن المرأة وهم من الأسرة؟ نعم، زوج الخالة وزوج العمة أجانب عن المرأة، فلا يحل لها أن تكشف وجهها عندهم لأنهم أجانب، وإن كانوا أزواجاً لخالتها أو قريبتها فهم أجانب منها، عليها أن تحتجب منهم ولا تظهر شيئاً من ما لا يحل إظهاره عندهم من بدنها. نعم. جزاكم الله. في سؤالها الآخر تقول: والدي هداه الله يعمل ببقالة في دولة غربية، وفي تلك البقالة كثير من البضائع المحرمة كلحم الخنزير وما يسمونه بالبيرة وغيرها، وقد حاولت إقناعه من هذا العمل ولكن لا فائدة، والسؤال: هل المال الذي يجلبه إلينا حرام؟ وهل نكون ممن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: أيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به، علما بأن أسرتنا مكونة من أطفال ما زالوا صغارا لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم، ووالدي هو العامل الوحيد، وإن كان حراما فما الحل؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمسلم أن يبيع المواد المحرمة من خمر وخنزير وغيره من كل ما حرم الله، وإن كان المحل لغيره فإنه يكون متعاونا مع صاحبه على الإثم والعدوان، وما يحصل عليه في مقابل هذا العمل يكون حراما، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقتصر على الكسب المباح. وأنتم إذا علمتم أن هذا المال الذي ينفقه عليكم أنه من عمل محرم إنه لا يجوز لكم قبوله، أما إذا لم تعلموا أو كان الوالد له أموال كثيرة من المباح ومن المحرم، يعني مال مختلط داخل فيه شيء من الحرام، فلا بأس بالأكل منه لأنه لم يتعين أن هذا المصروف من المال المحرم. نعم. جزاكم الله. تقول في سؤال آخر: لدينا عمارة وفيها شقق للإيجار، فهل المال الذي نستلمه حلال حتى لو كان المؤجر الذي فيها أي ساكنها ماله حرام؟ لا بأس بالأجرة الشقاق وغيرها، ولكن إذا كان ساكن يستعملها في الحرام، يستعملها في أمور محرمة، إنه لا يجوز تأجيره لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. جزاكم الله وأحسن إليكم. في آخر أسئلتها تقول:
هل يجوز للمرأة وضع المكياج على وجهها أم هذا العمل يعتبر تغييرا لخلق الله؟ إذا لم يكن فيه نمص وهو زالة شيء من الحواجب إنما هو مجرد تحسين للوجه بالأصباغ المعروفة، وكان هذا لأجل الزوج ولم تخرج به للرجال الذين ليسوا من محارمها فلا بأس بذلك. وأحلى المرأة أن تتجمل بالمساحيق وأنواع المحسنات، لكن يكون ذلك في محيط النساء وعند زوجها. نعم. بارككم الله وأحسن إليكم. المستمع حمود النزيلي من اليمن بعث رسالة ضمنها عددا من الأسئلة، يقول في أولها: يوجد مسجد في وسطه قبر، وعلى جوانبه من الخارج مجموعة من القبور، والقبر الذي في المسجد في مؤخرته، ولا يستطيع المصلي أن يدخل إلى هذا المسجد إلا بعد أن يمشي فوق هذه القبور التي في الخارج، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ هل هي صحيحة أم باطلة؟ علما بأن هناك مسجدا آخر في طريقه إلى التوسعة وخال من القبور. لا تجوز الصلاة في المسجد المبني على القبور، لأن ذلك من وسائل الشرك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، وأخبر أن ذلك من فعل اليهود، ولعن صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، وكل ذلك يدل على شدة التحريم وعلى عدم صحة الصلاة. والواجب في شأن هذا المسجد إن كانت القبور حادثة والمسجد قديم فالواجب نبشها وإبعادها عن المسجد ودفنها مع المقابر العامة، وإن كان العكس أن القبور هي القديمة والمسجد محدث عليها فالواجب هدم المسجد وإزالته عن القبور. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تكرم به من جواب، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. في الختام، هذه تحية من زميلي بهندسة الصوت ناصر بن حسن الجريسي، والسلام عليكم.